نروح بقى للدراسة اللي معانا النهاردة. وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة الاندبندنت البريطانية، فإن الأطفال اللي لا تتجاوز أعمارهم سن السنة بيمكنهم كمان استخدام الأجهزة الذكية، وده ما أكدته الأبحاث، وموضحة إن الأطفال عندهم قدرة على التعامل مع الهواتف الذكية بكفاءة قبل كمان ما يبلغوا سن العامين. سنة دي يعني الموضوع غريب شوية، ده معناه فعلا يا جماعة ان احنا ما كانش لينا في التكنولوجي اصلا. كمان ثبت ان فتح الموبايل او يعني البحث في الموبايلات دي مهارات بيتمتع بها غالبية الاطفال. كمان اكدت الدراسات ان تطبيقات اللمس التفاعلية دي بتوفر مستوى مشاركة من الاطفال ما شفناهوش قبل كده، يعني اكيد ما شفناهوش قبل كده ان احنا عمرنا ما كنا كده، وده طبعا بيساعد على تنمية مهارات الطفل بشكل مبكر. وكمان وجدوا ان نسبه كبيره من الاطفال بيلعبوا على الاجهزه الذكيه، وده بيخليهم اكتر تطور ونمو وذكاء، وده يعني اكيد طبعا يا مها ان التكنولوجي فرقت. لا، والجيل بتاعنا لما كان في سنهم كان في التليفون الاسود ابو قرش ده، فحتى واحنا كبار ما كناش بنعرف نتعامل معاه، كان تقيل قوي. احنا بالنسبه لنا لما كنا اصلا بنقعد على الكمبيوتر فده كان انجاز، يعني ان احنا نقعد على الكمبيوتر نبدا نتعلم بنفسنا قوي وناخد كورسز وبتاع عشان نفهم في الكمبيوتر، ولكن الطفل المصري يعني اذكى طفل في العالم في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي.